الأستاذ الدكتور أستاذ المناهي في جامعة الأزهر، أستاذنا الجليل أستاذ عرفة حسن. الحقيقة يعني أنا زملائي بنتحدث عن جزء تاريخي، يعني مصر اللي احنا عايشين فيها دي أو أرض مصر هذا مصر مدينة لحاجتين، اللي هي هضبة النوبة. هضبة النوبة ده حينما يريد ربنا سبحانه وتعالى، فحينما ترتفع النيل يجري من الجنوب إلى الشمال. وبتحدث ذلك مرات عندنا في التاريخ الجيولوجي، ودي اللي هو الحقيقة. فحينما تنخفض النيل يرتد إلى الجنوب والغرب، وحين الشاد اللي موجود حاليا كان النيل الأكبر اللي هو جد النيل اللي هو موجود، وده يقارب حوالي أكثر من 18 سنة، بعد 12 سنة جد قريب، وقت كان النيل الحديث عمره 8000 سنة. في تشابه ممكن هنا بين مصر، لأن هي سلة غذاء العالم فعلا، يعني مصر هي العالم فعلا، وبين العراق. العراق فيها دجلة والفرات، ودجلة والفرات كل نهر له جلدة. نهر النيل نظرنا احنا بيه دلتا واحدة، لكن له اثنين دلتا. الدلتا الحالية التي نراها اللي عمرها 160,000 سنة، وده حديثة جدا في التاريخ الجيولوجي المصري. الدلتا الأخرى في الفيوم. وزي كل مرة يجف النيل المصريين كلهم، وبقول المصريين كل الناس مصر التاريخية، مش يعني المصريين مصر الحديثة في الحدود التاريخية، اللي هم الجوش والناس والنوبيين، ودول النوبة دي هي الأصل القاعدة التي تستمر إليها مصر في حالات الازدهار وايضا في حالات الانتحار. لما يجوعوا كله بيتلم يجي في الدلتا القديمه اللي في الفيوم. ثم نعود مره اخرى وتعداد الامور وترتفع هضبه النوبه، ودي حدود عند حدود كده الان ترتفع، فيعود النيل يجري مره اخرى وتعود الحياه مره اخرى. فمصر مدينه في حياتها التاريخيه، وستظل هضبه النوبه والفيوم في الاثنين دلتا، وده تشابه كبير بين مصر والعراق. وشكرا لكم.